اللي كانوا مشرفينا ومنوريننا في ملعب الاشبال، الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال وحكمنا الدولي الكابتن ايمن دجيش. مستمرين مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي مع الكابتن اسلام الشاطر وتغطيه مباراه الاهلي وحرس الحدود في دوري ممتاز مع ضيوفه الكابتن عادل طعيمه والكابتن ابراهيم عبد الصمد والمحلل الفني لقناه النادي الاهلي الدكتور احمد ثابت. في النهايه الاهلي عظيم مش عشان بطولاته وانجازاته، الاهلي عظيم بجمهوره مبادئه ومجلس ادارته اللي دايما في كل قرار بياخده بيخلي راس كل اهلاوي فوق في السماء. الاهلي بيكسب فوق وتحت كبار واشبال، ودايما ولاد الاهلي تعلموا ان النادي الاهلي هيفضل رقم واحد. النادي الاهلي عمره ما انحنى لحد لان عنده مجلس اداره كله قامات ورموز وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب. ارفع راسك فوق انت اهلاوي. نشوفكم في ملعب جديد ان شاء الله على خير من ملعب الاشبال. شكرا والى اللقاء.